برنامج دعم المدارس الخاصة هو برنامج ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وينفذ من قبل شركة أردنية محلية هي شركة نماء للاستشارات التنموية. إحنا أحدى المدارس اللي شاركنا بمشروع دعم المدارس الخاصة في المنطقة. كانت بتواجهنا مشكلة بالنسبة لحساب التكاليف للطلبة وللمدرسة بشكل عام. احنا من المدارس المشاركة بمشروع دعم المدارس الخاصة. كان البرنامج عبارة عن برنامج وضح الأمور المالية والمحاسبية في المشاريع الصغيرة. روضتنا من المستفيدين كانوا من مشروع دعم المدارس الخاصة، واحنا مدرستنا كانت بحاجة لباص. يهدف المشروع إلى تنمية القدرات المالية والإدارية ل 150 مدرسة في أمانة عمان الكبرى، مع التركيز على المناطق الأقل حظاً مثل التاج، الأشرفية، الجوف، نعور، صويلح، اليدود، مقابلين، سحاب وغيرها من المناطق. فهذا الموضوع شجعني وخلاني أتخذ قرار حاسم في موضوع مشروع المدرسة، فزدت حصتي من 25 ل 50%. ساعدنا انه نعرف حالنا كيف، انه احنا ماشيين مشروعنا ربحانين او خسرانين، او انه كيف اذا بدنا نطور المشروع تبعنا شو المفروض انه نعمل. بعد ما دخلت في هذا المشروع واستفدت من الدورات اللي كانوا يعطونا اياهم، ساعدتنا في فهم هذه المصطلحات. من اهم الخطوات اللي تم اتخاذها بعد التدريب هو الاستثمار والتطوير على الكادر التعليمي في المدرسة. خلال الفترة هاي الحمد لله المشروع كان داعم إلي وبساعدني طول الفترة اللي أنا كنت بفكر فيها في فتح الروضة وإعداد لإلها ولجدواها. إن انعكست بشكل إيجابي على الروضة، بحيث إنه أداء الروضة تحسن وتطور، لدرجة إنه متوقع إنه عدد طلاب الروضة السنة يتضاعف. وكذلك يهدف إلى تحفيز وتشجيع مؤسسات التمويل الصغير على توفير خدمات مالية للمدارس الخاصة في أمانة عمان الكبرى، من خلال فهم هذه الاحتياجات وتطوير منتجات تمويلية تتناسب هذه الاحتياجات. ساعدنا المشروع الحمد لله بالحصول على تمويل من صندوق التنمية والتشغيل بقيمة 7000 دينار، وحصلنا على قرض بقيمة 13000 توافق عليه، واحنا الان في صدد شراء باص. كان عندنا 12 صف، الان ان شاء الله للسنه القادمه 16 صف دراسي. الحمد لله تم تجاوز التحديات الماليه وتم شراء قطعه الارض اللي بدنا نوسف فيها المدرسه ونقيم عليها مبنى جديد ان شاء الله. الروضه كانت عباره عن شقه واحده 160 متر. بعد ما حضرت الدوره وتوجيهات القائمين على مشروع دعم المدارس الخاصه، قررت اني اوسعها واقنعت زوجي انه نترك الشقه اللي جنب الروضه واضمها للروضه. خلال السنتين الاولى من المشروع تم تدريب 119 مدير ومالك من 83 مدرسه موجودين في امانه عمان الكبرى. وانا بتمنى انه جميع مدارس المملكه يشملهم هذا المشروع، لانه فعلا انه مشروع يعني ناجح والحمد لله احنا دخلنا كثير فيه.